التجارة تباشر بتوزيع السلة الغذائية الرمضانية لضبط أسعار المواد الأساسية من حاجة المواطن وإنهاء حالة جشع التجار. ست مواد غذائية استلمها الوكلاء وباشروا بتوزيعها على المواطنين. باشرنا بإطلاق الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية، وحاليا فاتحين احنا 4 مراكز، مركز المحمودية واللطيفية واليوسفية والرشيد، جاي ننطي مواد. موادنا هي مواد السلة الغذائية اللي هي 6 مواد. باشرنا باستلام المواد السلة الثانية اللي تتضمن الرز، سكر، زيت، معجون، فاصولية، وزائدا الحمص المجروش. توزيع هذه المواد الغذائية انعكس على الأسواق بصورة إيجابية مباشرة، فخلال ساعات التوزيع الأولى لمس المواطنون انخفاضا في الأسعار. احنا لاحظنا بأن الأسعار اللي موجودة بالأسواق المال العراقية بدأت تنخفض نتيجة توزيع هذه المواد على البطاقة التموينية. شوف حتين أسعار السوق اختلفت، الناس جامت يعني أسعار رخيصة، تصير الزيت شوية قلل سعره والأمور إن شاء الله بالأحسن. خطوة مهمة لدعم المواطنين تصاحبها حملات تفتيشية لعمل الوكلاء لضمان وصول المفردات الغذائية إلى المواطنين. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.